معانا مداخلة دلوقتي مع الدكتورة ياسمين حمزة، أخصائي نفسي، هنتعرف منها على بعض النصائح. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، كل سنة وحضرتك طيبة، رمضان كريم. انت طيبة. الله اكرم، انا مبسوطة ان انا موجودة معاكي النهاردة لاني بيك فان لبرنامج 7 7 7، ف اجمل. وبيك مش بيك فان لحياتك، صح؟ طيب، انا هم برنامجين هم تاني، ده الغلبان ايوه دي باسمه. حقيقة. ربنا يخليكي، انا مبسوطه جدا بوجود حضرتك معانا ومتابعتك لينا على الجمعه. في اي برنامج انت عايزاه كله ماشي، المهم تتابعينا. دكتوره ياسمين، كنا بنتكلم عن اعراض الاكتئاب، والاكتئاب ده ممكن يخلينا ننعزل ويبقى عندنا عدم قدره على المواجهه، مواجهه الناس او مواجهه المجتمع او مواجهه الحياه عامه، وممكن يؤدي الى ظواهر كتيره، منها مثلا ظاهره حاجه اسمها الخجل الاجتماعي. يعني ممكن نطلق على الموضوع ده انه اسمه يبقى اسمه الخجل الاجتماعي. بصي، هو طبعا ده عرض ظاهر جدا من اعراض الاكتئاب، ان الواحد بيحب ان هو ينعزل، بيخاف ان هو مثلا يواجه الناس. لكن في حاجه طبعا منفصله اسمها الخجل الاجتماعي، او زي ما هنقول بطريقه محدده اكتر، هو الرهاب الاجتماعي. وده بيبقى اضطراب من اضطرابات القلق. يعني ايه رهاب؟ خوف، يعني سوشيال انكزايتي، سوشيال فوبيا، بيبتدي يخاف ان هو يخرج، يخاف ان هو يواجه الناس، بيتخيل دايما ان كل الناس دي بتبص عليه ومركزه معاه هو بس، فبالتالي بينعزل عن اي حاجه، اي اجتماعات عائليه، اي خروجه مع اصحابه، يبتدي قبل ما هم يتفقوا يروح مبوظ الخروجه، يخاف من ان هو الناس تبص عليه، دايما بيحصل له اعراض بالبانيك اتاك لو اتعرض لموقف، سواء من ضربات قلب زياده، عرق، رعشه، تهتها في الكلام، اوقات كثيره ممكن ينسى الكلام لو حد واقف بيتكلمه، ينسى المفروض هو يقول ايه، يطلع منه حركات لا اراديه في اماكن واوضاع ما تنفعش. يعني مثلا لو في عزاء او في فرح، تلاقيه مثلا في العزاء بيضحك ضحك كتير ومش قادر يوقف الحركات اللا اراديه دي. يكون عنده مثلا مشاكل في النوم، يحصل نوبات ذعر كده بالليل، لسه مضغوط، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. بيبقى فيه ثقل حتى في الحاجات او المهام العاديه اللي بتحصل خلال اليوم، سواء كلام تليفون، المفروض يكلم حد في التليفون، يجيله نفس الاعراض. هي الاعراض دي بتجيله، يعني هو ملوش سيطره عليها، ملوش كنترول، هي بتيجي لوحدها خالص. اوتوماتيك كده، صح؟ مش ان هو مثلا اللي بيستدعيها. لا 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 خالص، هو بسبب ان الفكره خلاص مسيطره عليه، فهو بالتالي الاعراض دي بتبقى فكره. ان فكره ايه؟ فكره ان انا مش لازم اكون في وسط ناس. بالظبط، ان انا خايف ان انا اواجه الناس، خايف اتكلم معاهم. بيبقى برضو الاساس عنده انه بيبقى عنده خوف مرعب جدا من الانتقاد، او ان حد دايما يوجه له كلام، او بيبقى متخيل ان هو لو عمل اي حركه فالناس كده قيمته بتتكلم عليه وان هو محور الكون، بس حقيقي ده مش بيحصل. فبالتالي طبعا بيلغي كل مواعيده، بيتجنب اصلا ياكل قدام الناس. يعني مثلا لو اضطر ان هو يروح في مكان او حد مثلا جالهم زياره في البيت، ممكن يكون جعان جدا بس هو يتجنب ياكل اللي قدام الناس، عشان فكره ان هو متخيل ان الناس هتقيمه او هتقول ده بياكل كتير، بياكل قليل، بياكل طب بطريقه ما يقولوا، ما انا احسن ما حاجه. تسيب الناس تقول عادي، اللي عايز يقول حاجة يقولها، ايه المشكلة؟ ما هو للاسف ده اضطراب، هو حاجة عادية. يعني لو هنتكلم خجل عادي، دي بتبقى حاجة من سمات الشخصية عادي. يعني شخص مثلا انطوائي مش بيحب يتقابل مع الناس، بس بيقابلهم وما عندوش مشكلة. لكن لما بنقول خجل اجتماعي او رهاب اجتماعي مرضي، هو للاسف بيبقى وده بيجي من الموضوع. ايه دكتورة؟ يعني ايه بقى اللي وصله للمرحلة دي؟ بصي، الاسباب بتبقى اسباب كتيرة قوي، بس يعني منها اسباب وراثية. يعني لو الاب والام اصلا عندهم اضطراب القلق سواء من اي نوع، او اضطراب قلق معمم، بالتالي الاطفال ممكن تطلع فيها الجزء ده، لان هو مرض القلق عموما هو مرض عضوي، تمام؟ فبالتالي بيورث يعني جينات. بالظبط، حد بالظبط. من العيلة. وممكن طبعا اسباب تربويه، طريقه تعامل الاهل مع ولادهم، سواء كان في انتقاد زياده عن اللزوم، بنلومهم طول الوقت، بيبقى في مثلا ضرب، حمايه زايده قوي من كتر خوفي عليهم، فانا مش بخرجهم بره البيت، مش بخلي حد يجي يزورهم، اوديهم مثلا الحضانه في سن متاخر جدا،
الحاجات دي كلها بتساهم، يعني دي كل دي اسباب. مثلا ممكن من ضمن برضو الاسباب تجارب مثلا سلبيه تعرض ليها الطفل ده وهو صغير، ان هو اتنمر، اصحابه مثلا اتنمروا عليه كتير، مر بصدمات، كل ده بيخليه خلاص ابتدت شخصيته تتكون، وابتدى يشوف ان الناس دي مهدده لحته الامان بتاعته. فيبقى الريسبونس الوحيد او الاساسي عنده فكره اني انا هبعد، انا مش هتواجه مع حد. طيب يعني ازاي ممكن نعالج بقى؟ يعني هل مثلا لما الاعراض دي بتظهر في الصغر فممكن تتلحق وتتحل اسرع وتتحل اساسا من الاساس وتروح خالص وبشكل يعني اسهل من لما حد يكبر؟ هي طبعا بتتعالج، بس انا مثلا لو الاب والام هم عندهم مثلا وعي او هم مروا بتجربه القلق دي، فهم طبيعي يكونوا عارفين ان ممكن ده يورط لاولادهم، فيبتدوا يلاحظوا ده من البدايه. لو هو مثلا من صغره الطفل ده مثلا بيحط ايده في بقه طول الوقت، عنده مشاكل مثلا في عمليه الافراج او في التبول اللا ارادي، عنده مشاكل في النوم، بيقرأ الضغط، وكل الحاجات دي بتبان في مرحله اللي هي قبل اصلا دخول المدرسه. فهماني؟ فهم لما يبتدوا يشوفوا ده يبتدوا ده مؤشر او حاجه منبئه ليهم ان هم لا يبتدوا يتدخلوا. لو في مثلا الاطفال دي مثلا وهم صغيرين بيتعرضوا مثلا بيبقى عندهم برضه سيبريشن انكزايتي او قلق الانفصال، فكره ان هو لو راح مثلا الحضانه دايما لازق في مامته طول الوقت، دايما مش عايز ينفصل عنها، دايما بيعيط، دايما بينامش بالليل غير مثلا في حضنها، ما بيروحش يلعب مع اطفال تانية، كل الحاجات دي بتنبأ لده. بس ده ما هو طبيعي ان هو او حضانه ده اول يعني تعامله مع المجتمع، لانه قبل كده هو كان في بيته مع امه، فلازم هيبقى يعني مرتبط بامه. فامتى احس انها مشكله وامتى احس انها حاله عاديه؟ لو زادت عن الوقت الطبيعي، هو طبعا المفروض ان دلوقتي بيبقى في وقت الام بتقعد فيه مع ابنها اكيد في الحضانه او المدرسه، وبنبتدي نبعد شويه بشويه، بس لو مفيش حل خالص فده ينبئني ان الطفل ده عنده مشكله بالظبط، قلق بزياده قوي. فابتدي ان انا اقسم له الحاجه، او نبتدي نعمل مثلا حاجه اسمها اكسبوجر او تعرض تدريجي، نبتدي شويه بشويه نقول له احنا 5 دقائق مثلا وهرجع لك، ربع ساعة، نطمنه حبة بحبة يعني. نطمنه يعني أهم حاجة إن أنا أكون بس أونست، أمين بس مع أولادي، ولو قلت حاجة فعلا أنا كتبتها عشان ما أزودش الخوف عنده، لأن أساس أصلا الاضطراب ده هو فكرة الخوف وعدم الطمأنينة. هو المسيطر، بيبقى هو المسيطر والمحرك الأساسي في شخصية سواء الطفل أو حد كبير. في طرق للعلاج تانية يا دكتورة طيب؟ طبعا ممكن جدا. الفكره كلها الشخص لما بيكون خايف ما بيكونش عارف يتنفس كويس، فناخد بس نفسنا، نتنفس بطريقه صح، نعمل تمارين التنفس عشان نقدر نتغلب على الخوف اللي جوانا ده. فنحاول مثلا نعد لحد 10 مرات وناخد نفس عميق ديب اوت. لو انا واقف في موقف وحاسس ان انا اعراض البانيك اتاك كلها جات لي، احاول ان انا اركز على المكان كله، واحاول ان انا اعمل حاجه اسمها تمارين الجراوندنج، بفكره ان اركز مثلا في 5 حاجات بتفاصيلهم في المكان اللي انا قاعد فيه، اشم 5 حاجات مختلفه، احاول اتواجد في اللحظه اللي انا موجود فيها، دي بتقلل نسبه القلق شويه. لو مثلا اتخيل ان حد صاحبي في الموقف ده، فانا كلامي معاه هيكون ازاي، لان اغلب برضو اللي عندهم المشكله دي هم بيكونوا قاسيين قوي على نفسهم، فدايما بيلوموا نفسهم وبيتكلموا بطريقه مش افضل حاجه، ده بينتقدوا نفسهم، وبتبقى حاله جلد الذات ممكن تكون عندهم عاليه شويه. طبعا وبالتالي بيبقى عندهم لو سيلف استيم ولو كونفيدنس، يعني ما في مشاكل في الثقه بالنفس، مشاكل في صوره اصلا نفسهم. فكل الكلام ده بيأثر على الطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها، فبلاش كلام سلبي لنفسك، يعني ده اللي أنا أقدر أقوله. ولو في حاجة بتطمنك مثلا، أو في حاجة بتطمن الشخص ده، أو بتحاول تهديه مثلا، سواء سبحة، سواء لعبة، سواء ميدالية،
سواء خاتم مثلا يحاول ان هو يلبس ده او يمسكه في الوقت اللي هو ممكن يتعرض فيه. وطبعا في نوع من انواع تشتيت الانتباه، يعني انه تشتيت الانتباه يفكر في حاجه تانية غير الحل اللي هو فيها. لا هو مش شرط كده، هو ممكن كمان يكون رابط ذهني ما بين ان الحاجه دي بتطمني، فلما استخدمها في التوقيت ده فهي هتهديني. اوكي تمام. فاهمين؟ دكتورة ياسمين حمزة أخصائي نفسي، بشكرك على وجودك معانا على نجوم أف أم وفي حياتك صح. اسمعيني بقى في أجمد 7 بالليل. أوكي أكيد. أوكي كل سنة وأنتي طيبة، رمضان وأنتي كريم. طيبة. وأنتي طيبة، شكرا لك، باي مع السلامة، باي باي.